مساء الخير عليكم. النهارده هنتكلم عمليات تجميل الانف. عمليات تجميل الانف دي من العمليات الجميله قوي البسيطه، طول ما احنا بندخل عشان نحل مشكله. في ناس، بعض الناس تيجي او بعض البنات او الستات بييجوا عندنا يقولنا لا دكتور اعمل لي شكل جديد، ده غير لي حاجه في مناخيري. لا تماما، ده خطا تماما. مفيش حاجه اسمها غير لي في شكل مناخيري او غير لي في شكلي. في حاجه اسمها دكتور انا عندي العظمه دي زياده، دكتور انا عندي مناخيري نزل تحت عايز ترفع سنه. لازم نبقى محددين ايه هي المشكله اللي في الانف عشان نقبل ان احنا نعمل العمليه دي. مش اي حاجه بنعملها وخلاص، لان مش المقاييس، مش ان المناخير تبقى صغيره او تبقى رفيعه او تبقى مرفوعه، لا المقاييس هل هي تليق على وشي ولا ما تليقش على وشي. دي دايما مشكله تجميل الانف اللي بينخدع فيها بعض الناس وبيفتكروا ان هي عمليه سهله. هي عمليه سهله تكنيكيا، لكن لازم يبقى عندنا تخيل ثلاثي الابعاد شويه، نقدر نتخيل شكل المناخير ده لما يتعمل بالشكل الفلاني هيليق عليا كشخص ولا لا. عشان كده مش كل الناس بنعمله نفس العملية، كل واحد كأننا بنفصل المناخير على حسب شكل وتكوين الوش نفسه. فعشان كده عملية التجميل من العمليات الخداعة، ولازم نتحرى الدقة شوية، ولازم يبقى فيه مشكلة احنا داخلين بنعملها. طيب ايه الفترة الاخيرة، يعني ايه الحاجات الجديدة في جراحات تجميل الانف؟ كلمة contouring دي يعني كل حاجة في التجميل او كل حاجة في الميك اب ارتست بيعملوها دلوقتي حاجة اسمها contour، ان احنا نعمل contour للوش، ننحت الوش، نعمل contour للمناخير، نعمل contour للجسم. contour المناخير بيتعمل ازاي؟ ان احنا بنيجي عند المناخير من اولها لغاية التب اللي هي المنطقة دي، وبنخليها مرسومة او رفيعة. ده احدى الصيحات في تجميل الانف اللي هو النوز contouring. فعشان كده احنا بنقول ان طول ما احنا مش هنصلح مشكله موجوده، اقصى حاجه نقدر نعملها هي النيزل كونتورينج او النوز كونتورينج. ده بالنسبه لعمليات تجميل الانف.